نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من دبي مع الخبير في التجارة الإلكترونية رامي مراد. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. نحن مش كقطاعات لا خاصة ولا رسمية، كيف يجب أن تعني لي البلوك تشين؟ مساء الخير بداية لك أهلا وسهلا. للمشاهدين الكرام. الحقيقة حديثنا اليوم عن تقنية البلوك تشين الجديدة بيذكرنا بحديثنا أو أوائل التسعينات عن تقنية الإنترنت، كيف تعمل وكيف تتم الاستفادة منها وكيف نستفيد منها بشكل عام. اليوم تقنية البلوك تشين عم تخلينا نتذكر أيامنا الأولى مع الإنترنت. اليوم إذا سمعنا ما يطلق عليه الإنترنت الأشياء، فالبلوك تشين هو يفسر ما يسمى بإنترنت المعاملات. هاي الوسيلة الجديدة التي تلغي دور الوسطاء مثل ما تفضلتي، والتي ممكن أن يتقاضى عليها أو يتقاضون عليها كثير من الأموات وكذلك الجهد. هي عبارة عن قاعدة بيانات موزعة بين الناس أو نتورك من الناس، تحتوي على سجلات اللي نسميها إحنا البلوكس، ومثل ما تفضلتي مع تايم ستام. هلا الميزة الأساسية بتكنولوجيا البلوك تشين هي الديسنتراليزيشن، أو هي اللي بنقول عنها نحن ألغت دور الوسيط بين كل المعاملات، وجعلت المعاملة الواحدة تحدث بين أصحاب المعاملة بشكل مباشر. هذا الشيء ألغى خلى المعاملات تحدث بشكل آني بعيدا عن شو يعني بس المعاملات بين أصحاب المعاملة بشكل مباشر؟ بشكل مباشر، خلينا نطرح مثال بسيط. اليوم عمليات تحويل الأموال التي تتم عن طريق البنوك المركزية أو البنوك العادية، اليوم باستخدام تقنية البلوك تشين أصبح للمتعاملين فينهم يجروا عمليات نقل هالأموال هاي بينهم وبين بعض، أو إجراء أي معاملة تجارية فيها نقل للأموال بين الأفراد بشكل مباشر. مباشر بين الراسل والمرسل له. بين الراسل والمرسل. آمنة مضمونة 100% سيد رامي. آمنة مضمونة 100%. هي قواعد وكتل البيانات المتسلسلة تحفظ جميع البيانات بمعزل عن وجود أي وسيط عن طريق أشخاص. وكانت مثل ما بنعرف هي الحجر الأساس في اختراع العملات الرقمية، اللي كانت هي المستفيد الأول من هالتكنولوجيا. يعني لو ما كانت آمنة أكيد وبتوفر جميع السمات والضمانات اللي مثل التعاملات البنكية والمالية اللي بتكون بحاجة إلى ما كان البيتكوين هي استفادت أو أول مستفيدين من البلوك تشين. أها. طيب سيد رامي، في دائما سلبيات لهكذا أمور يعني جديدة وتقنيات جديدة مقابل كل إيجابياتها. يعني أول يمكن ما يخطر على البال بعد التفصيل اللي جربنا نورده بتقديرنا، موضوع سيؤثر هذا على عدد الموظفين بطبيعة الحال، صحيح؟ هذا شيء لابد منه. لما هي عم تلغي دور الوسطاء، يعني اليوم نحن عم نحكي بالتعاملات البنكية عن 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 عم تلغي دور عمل بنك بكامله، صحيح؟ طبعا موظفينه بمعاملاته ببرمجياته بتطبيقاته يعني طبعا هذا احد الاشياء اللي حتوفر لنا اياها تقنيه البلوك تشين، بان توفر الكثير من الكوست على الشركات، بس بالنهايه بتاذي بطريقه ما يعني الموظف، بس توفر تكاليف على الشركه. احنا ما بدنا نقول بتاذي، لانه هي من نوع من طرف ثاني رح تخلق المزيد من الفرص لكل الاطراف. يعني البنوك لن التكنولوجيا لن تلغي دور البنك، وانما ستدفع البنك بتطور تجاه استخدام هذه التكنولوجيا. نعم. وحتى بخلق فرص مفيدة أكثر لوظائف جديدة لم تكن موجودة أصلا قبل وجودها. صحيح. شكرا جزيلا لك خبير في التجارة الإلكترونية، كنت معي من دبي سيد رامي.